في أجواء بهيجة أحيت الثلاثاء لجنة الخدمات لمجلس الأمة حفلاً لفائدة أبناء الموظفين. الحفل الذي أقيم بفندق السفير تضمن اختتان بعض من أبناء عمال مجلس الأمة بحضور إطارات من الغرفة السفلى للبرلمان. برنامج الحفل كان متنوعاً بعد إلقاء رئيس لجنة الخدمات للمجلس كلمة ترحيبية، إيقاعات زلنة مرفوقة بالزي التقليدي للأطفال، كما قدمت لهم هدايا رمزية مع مبالغ مالية. هذه يعني تقاليد الآن وتكون سنة حاملة، لأن لازم هذو مواطنين الغد إطارات الغد يكونوا واعيين باللي الدولة موجودة، المؤسسات موجودة، والمنتخبين تاعهم كذلك موجودين باش يدعموهم. هذه مناسبة تعودت لجنة الخدمات الاجتماعية لمجلس الأمة على تنظيمها كل عام، احتفاء بأبناء مستخدمين المختبرين والناجحين في شهادات المستويات التعليمية الثلاث، تشجيعا لهم ومشاركة لهم ولعائلتهم في هذه المناسبة السعيدة، ما يجعل من مستخدمي مجلس الأمة عائلة واحدة. هذا تكريم معنوي وتحفيزهم إن شاء الله لمواصلة الدراسة. الأطفال كان لهم نصيب من المتعة بعرض من المهرجين، أين أدخل العرض بهجة كبيرة على وجوههم، كما حظي الفائزون بالشهادات في الأطوار الثلاثة بتكريم من الإطارات الحاضرة في الحفل وأخذ صور تذكارية معهم. أشكر مجلس الأمة على الالتفات الحسنة هذه لتكريم الأبناء الموظفين الناجحين في شهادة كل شهادات الابتدائي والثانوي والمتوسط. أتمنى أن هذا التقليد الحسن يتكرس في كل سنة. صافي فريمون بليزير داتخ روسو بكم في لا سيريموني تاع مسيو بن صالح. جو ميرسي لي زيف سوسيال. تبقى مثل هذه المبادرات الإنسانية في البرلمان فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية بين عمال الهيئة التشريعية.